حول هذا الموضوع ينضم مراسلنا مصطفى سمرائي من صلاح الدين. مصطفى، ما هي آخر ملابسات الحادث اليوم؟ بالفعل سامراء تفجع بهذه الحادثة، أسرة بأكملها. نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالتأكيد هذه المنطقة هي من المناطق الزراعية القريبة من مدينة سامراء، والتي تربط يعني تقع على طريق الرابط بين سامراء وتكريت. هذا الحادث ليس الأول من نوعه على هذه العائلة تحديدا، وإنما الثاني خلال 3 سنوات. قبل 3 سنوات أغتيل الأب وعدد من أفراد أسرته، والآن يغتال ابنه وكل أفراد أسرته بالكامل، وعددهم 6 بينهم طفل رضيع. حقيقة جريمة مروعة، كنا في مسرح الجريمة. للأسف الشديد كان هناك تمثيل بالجثث، وكذلك يعني استهدافهم بأكثر من إطلاق نارية، وكذلك استخدام أيضا تم استهدافهم باستخدام استهداف يعني البعض منهم باستخدام السكاكين. وصل وفد من وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة، كذلك عدد من الضباط، وكذلك الأدلة الجنائية وقضاة التحقيق في سامراء. الآن يعني التحقيقات مستمرة. الغريب ما في الأمر أن أبناء المنطقة يعني جيران هذه العائلة لم يستمعوا لأصوات إطلاق النار، وإنما شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من أحد غرف هذا المنزل، وبالتالي هرعوا إلى المكان ووجدوا هذه الأسرة مفجوعة بقتلهم بالكامل، ربما باستخدام أسلحة مختلفة وكذلك سكاكين. إلى غاية اللحظة المكان مطوق، والأجهزة الأمنية مستمرة بتحقيقاتها مع يعني لمعرفة وكشف ملابسات هذا الحادث. لغاية الآن لم يعرف هل هو حادث جنائي أم إرهابي، وننتظر التفاصيل من الجهات المختصة في صلاح الدين. الشرطة والحشد وكل الجهات الأمنية مستنفرة هنا في منطقة العباسية، وربما الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان على بعض جزئيات هذا الحادث الذي يعني فجع به أبناء منطقة العباسية شمال سامراء. نعم مصطفى، يعني ليس من المبكر التكهن بدوافع الجريمة، يعني قبل 3 سنوات فجعت هذه العائلة أيضا بمقتل أبيهم الذي كان مختارا لهذه المنطقة. نعم بالتأكيد، يعني هي التحقيقات مستمرة، التكهنات يعني مطروحة على يعني أمام الأجهزة الأمنية، وبالتالي هم من سيقررون نوع هذه الجريمة ونوع هذا الحادث وأسبابه ومسبباته، التي يعني دائما ما تفجع هذه المنطقة وتحديدا هذه العائلة. التقينا بعدد من أقاربهم وجيرانهم، أكدوا أنه لا توجد حتى عداوات شخصية مع أبناء المنطقة وعلاقتهم طيبة بالجميع، وبالتالي الأمر صعب ومعقد للغاية، خصوصا أن هذه المنطقة هي منطقة زراعية ومنطقة بساتين، وفيها الكثير من القطاعات الماسكة للأرض سواء الحشد والشرطة والشرطة الاتحادية، وبالتالي إلى غاية اللحظة يعني يصعب تحديد المنطقة، لأن المنطقة منطقة بساتين ومنطقة زراعية، وبالتالي حتى إن كان طيب هناك مصطفى، المنطقة ورصد زراعية، لكن بجانب هذه الدار أيضا يعني هناك أناس ساكنين، هل يعقل بالفعل أنه الجيران لم يسمعوا إطلاق النار؟ هل هم تم تمثيلهم بالسكاكين يعني هو أو الغريب إطلاق؟ ما في الأمر نعم الغريب ما في الأمر نعم الغريب ما في الأمر أن هناك بقايا لتقريبا 30 أو 40 إطلاق نارية، لكن جميع الجيران لم يستمعوا لهذا الموضوع، وبالتالي هذا الأمر غريب ومثير يعني التساؤلات، وبالتالي هذا الأمر ملقى على عاتق القوات الأمنية لمعرفة التفاصيل الدقيقة لهذا الحادث. وكذلك يعني كما ذكرت أن الجيران لم يستمعوا لإطلاق النار، وإنما شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من أحد غرف المنازل وهرعوا ووجدوا هذه العائلة يعني مقتولة بالكامل. في هذه الأثناء أنا أتحدث معكم، هناك فريق أمني من وزارة الداخلية ومن الأدلة الجنائية، وكذلك من الكثير من الجهات الأمنية المختصة تحقق بالموضوع، وننتظر إعلان نتائج التحقيقات، خصوصا وأن هذه المنطقة يعني تعتبر من المناطق الآمنة والتي يعني لم تشهد يعني خروقات على مدار سنتين.
نعم، يعني كما ذكرت أنها بالفعل المنطقة، يعني الحشد وغيرهم والشرطة متواجدين في هذه المنطقة. يعني ننتظر النتائج خلال الساعات المقبلة، وستكون معنا أيضا مصطفى السمرئي خلال النشرات المقبلة. مصطفى السمرئي مراسل التغيير من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.